والله ما يزيد علينا شي واحد، والله ما يدخو علينا، هما ما كيسواوش. بلاوهم بالحشيش، بلاوهم بالكيف، بلاوهم بالهيروين، بلاوهم بالمخدرات، وتيهم قروا اسوء نظام. بما انا اخر واحد ندخل المؤسسه، والله ما ندخل على الجثه ديالي، وعندي الشرف يجي يعطيني بحال هذا ويزيدوني العزل، نجي نبوس راسي ونقول له هنيتيني بحرك الراس. وعلاش المدرسه الخصوصيه كاينه؟ انا نعاود لك، انا عندي 13 عام ابتدائي و13 عام اباء ما فاهميش علاش داير جمعيه اباء. جمعيه اباء كيجمعوا الفلوس وياكلوها مع المديرين ومع وزير خصو يمشي بحالاته، واخلوش الحكومه تمشي بحالتها. شكون دبي التعليم الاولي باعوا للجمعيات؟ وسام الكرامه، وسام القيمه الاعتباريه للاستاذ، وسام الدفاع عن المدرسه العموميه والمجانيه. عزيز العسري استاذ الثانوي التاهيلي، عضو المجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه لاثار الثانوي التاهيلي، وعضو المجلس الاقليمي باعتباري امينا للمال، وعضو لجنه الحوار التي ترافعت امام اللجنه الوزاريه للدفاع عن مطالب الثانوي التاهيلي في تاريخ معين. يا سيدي هذا البارح كانت البارحة كانت عندنا مسيرة ممركزة بالرباط، وحدثت صدفة على اعتبار أن هناك كانت ثلاث بيانات، بيان التنسيقية الوطنية الثانية التأهيلية فيه يومين، وبلاغ ديال التنسيقية الموحدة في أربع أيام، وبلاغ ديال التنسيق الوطني كانت تلقى في ثلاث أيام. المهم قدنا لنا أن نجتمع بالرباط أمام قبة البرلمان، وقمت بثلاث مداخلات أو تصريحات لدى وسائل الإعلام، وقلت بالحرف هذا التاريخ حاسم ومفصلي في قضية الشغيلة التعليمية. لماذا؟ على مقربة من 15 يناير كتاريخ السخن الذي عدته الوزارة لإخراج أو مراجعة المرسوم 23-319، وقلنا حنايا في البداية المرسوم يجب أن يسحب وأن يلغى وليس أن ينسخ، لأنه سيصبح ناسخا ومنسوخا وممسوخا. لماذا؟ لأنه بمثابة بطاقة سوداء الشغيلة التعليمية، في تراجعات خطيرة جدا من بينها بيع المدرسة العمومية والقضاء على مجانيتها، زائد في تراجعات خطيرة على مستوى الترقية وتحسين الدخل في قضية الترقية بالاختيار. إذا كانت لهم جرأة الوزارة الوصية ومع النفايات اللي بقات تمثل غير راسها وتمثل رئيس الحكومة والوزير، بأن تكون عندنا الجرأة تخرجنا المرسوم، اتفقنا مع اللجنة الوزارية لإخراج مشروع المرسوم لعرضه على القواعد الأستاذية التي تقرر قراءته، الملاحظات والاقتراحات والتعديلات، اتفقنا مع السلقجع واللجنة الوزارية خرجوا لنا المشروع ثلاث ايام، قادرين كاساتذه ديال الوطن الحبيب المملكه المغربيه الشريفه اننا نديروا فيه الملاحظات واقتراحات وتعديلات. يمشيو النفايات ما كيبتلوناش، البيروقراط المركزيه تمثلونا، القواعد الاستاذيه قلت استاذ نازل الميدانيه التنسيقيات هي التي يجب ان تترافع عن نفسها، اما النقابات تمثل نفسها فقط. صافي، اذا قلنا هذا توقيف المؤقت للعمل ضد المساطر القانونيه المعمول بها. اولا انا احسب على قانون الوظيفه العموميه 58، ثم في درجه ثانيه باعتباري مده وزاره الوطنيه كيحكم لي المرسوم 2003، دونك ما كيحكمني لا مدير اكاديميه، وقلت هل السيد الوزير مباشره ولا جوزه كيحكمني الوزير او لا بتفويض من الوزير مدير الاكاديميه. هذا السيد هذا مضب حالي بحاله، مضب راسه بيدو، هذا ما نحقوش، مضب حالي بحاله. المدير الاكاديميه ان فوض له فوض له الوزير، هذا مضب يمشي يلعب في دارهم، نقرر القانون. زائد المغالطات كاين استاذ قطاع الاعتداء بدا عدم التزائكم بعدم الوظيفه العموميه، عطيتي لي شي استفسار، درتي شي حركه، ما كايناش قطاعكم متكرر عن العمل، بغينا واحد القطاع متكرر. تمتوا لي انا كنمارس حق الاحتجاج، حق الاضراب، يسر الدستور اسباب وثيقه في البلاد، تنظم العلاقه بين الاستاذي والمؤسسات الخارجيه، يعني الاكاديميه والمديريه الاقليميه والوزاره، انا نقريهم القانون، نقريهم انا باغي استاذ نقري، اسمع نقري عبد الصادق الرغيوي، ونقري مواصل، ونقري الخفيفي، ونقري علاكوش، ونقري فراشي، ونقري تحمان، ونقري العالم كامل. لا اعرف شيئا، اعرف شيئا واحدا ولا لا اعرف شيئا. صافي، مواطن عادي مغربي انتمي الى هذه المملكه المغربيه الشريفه التي لا مكان فيها للشرفاء، فيها مكان لامثال حكومه اخنوش وامثاله، حكومه المال والامال، حكومه حلب وزيد حلب، ما كيحشمش. احنا دعاة الفتنه، هو الذي يدعو الى الفتنه وليس نحن، احنا مواطنين احرار ولسنا من دعاة الفتنه ومن قوات الاحتجاج، مكاننا الطبيعي هو القصب وليس الشارع، فليتحمل رئيس الحكومه ومن يدور في دوالبه والسيد الوزير على القطار، وسائل القطار هم اللي كيتحملوا المسؤوليه، يتلاعبون ب 32 مليون قلتها في اللجنه الوزاريه ما كتعرفوش تحسبوا، راه عندنا 8 مليون تلميذ مع باه وام وخوه على الاقل 32 مليون، عطيونا رزقنا وحافظوا لنا على المدرسه العموميه، ولكن ما كيحشموش، ما كتحشمش هذه الحكومه، ما عندهاش الوجه علاش تحشم. وهذا راه وسام الشرف، ولكن هذا وسام الشرف راه مسكين مغلوط عنده مغشوش، مشى فيها غير هذا عادل الزرواني اللي ما كيعرفش القانون، راه زيرو في القانون، وسعد نوريها له بالخشيبات والاقراص، اقراص القرار في التحضيري في القانون.
واش يطيح راسه مع الحيط. الى السيد عزيز العسري، اي سيدك امولك كوني استاذ شريف، الى لقيت عليا الفلطه نخلص عجبتك الملف السيدي ديال 24 سنه، شو شحال فيه من استفسار، شحال فيه من اجابه، شحال فيه شي. ايوا صافي الاستاذ المسكين ملي يكون باغي يقري راه خصو يقري ويدير الدم. من انجح كورونا؟ المدير الاقليمي، المدير الاكاديميه، المديرين المركزيين، رؤساء المصالح، الوزير، الاساتذه مساكن بماليهم الخاص تشاهدوا وداروا لي جروب وشراو لي كارت، والاساتذه اللي ما فاهمش عطاو النمره ديالهم بقاو كيتصلوا عليهم بواتهم وين ديال التلامذ. هذه راه كارثه. ومن انجح بعد زمان كورونا؟ الاستاذ. جوج الناس اللي هما الاساسيين في العمليه التربويه، الاستاذ والتلميذ. الا واحد من هادو داك المدينه يا مسكينه مهجوره، المدير يعاود مخه، ما عندنا ما نديروا به، اش نسيروا راسنا بيدينا مع وليداتنا، حنا قاطعين. شكون اللي يحضر لنا 50 تلميذ؟ الاسره عندها 4 ديال الدراري وحايره معاهم، وكيجي عند الاستاذ 50 تلميذ. ولدك في الدار كيقول لك عندك تقولها للاستاذ، ولدك كتقول له هذه يا ودي راه خاطئه. لا راه الاستاذ ديالنا قالها لنا صحيحه، هذه اللي قال لي الاستاذ ديالي، كيثق في الاستاذ كيثق في الاستاذ باه. دونك حنايا قبل ان نكون اساتذه واستاذات، حنا اباء وامهات، راه حنا عندنا وليداتنا. وهذا رئيس الحكومه راه غير خايف من الخواص. كيف يعقل 37 يوم ديال الاضراب ندفعوا استماله باسبوع؟ كضحك على ولاد الشعب. حيت الخصوصيه ضاغطين عليك، بغيتي دير جوج الفروض وعطيهم فرد وضربنا وتقول لنا وتضحك علينا. كضحك على ولاد الشعب سي رئيس الحكومه والوزاره الوصيه للقطاع وسميتو ما عرفتش الديناصورات ديال الوزاره. ايوا باز داك ادردور باز ما كيحشمش، ما عندوش وجه، والله ما عندوش وجه. زيد عليه الوزير، زيد عليه ما نعرفش شكون، زيد عليهم النقابات الاكثر تمثيليه تمثل نفسها فقط. خصها تعرف البيروقراطيه المركزيه بانها اخطات خطا العمر عندما تمادت في ضحكها على الشكل التنمية. واليوم باش تقدم خدمات الشغيله تستخدم الشغيله كديرة لتاخذها وتحقق ماربها. ما بغاش الشبع، الطمع طاعون. دابا راه خصهم يكونوا مع القلم السريه، ترى في المستعجلات كاملين بهم. وزيد عليهم رئيس الحكومه خصو يمشي بحالاته، كلهم ما صالحناش هاد البلاد. مجند الى وراء جلاله الملك، الله يهديك، رمز البلاد. والملكيه هي الثوابت، ونظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، مرجع الدين الإسلامي، ومذهب الإمام مالك، وعقيدة أبي موسى الأشعري، وشعارنا الله الوطن الملك. والله العظيم نحن وطنيين أكثر من وطنيين السوا، والله ما يزيد علينا شي واحد، والله ما يدوخوا علينا، هما ما كيسواوش. علاش سيدي؟ واش بس وعندي اللائحة الوطنية الشريف؟ واسمع أستاذ، اسمع لي، أنا نعطيك الصحيح، ونعطيك عندي اللائحة شكون توقف. هادو هما رموز النضال، ولكن حنا كاملين مناضلين، ولكن حنا تحملنا المسؤولية كمعضو المجلس الوطني. ولكن ملي تهضر مع عزيز العشري راه كتهضر مع هاد الناس كاملين، شغيلة تعليمية، راه ماشي شي. خصنا كلنا دابا، كلنا شارك البارح، شحال البارح أستاذ شحال شاركوا في الإضراب؟ ما تصورش 180,000، خصهم يقفوا 180,000. خصهم يقفوا كاملين، نجوع معا او نشبع معا. سالينا حنا ندافع عن المدرسه العموميه المجانيه، ويجب ان نكون مستجمين مع دوت استاذ فضل. انا اوريشيل ورفرت ما جوج امكاني ندخل، ولكن خصني نكون مستجم مع الشعارات اللي كنقول. نقول كنكذب على الشغيله، انا اخر واحد ندخل المؤسسه، والله ما ندخل على الجثث ديالي. وعندي الشرف يجي يعطيني بحال هذا ويزيدوني العزل، نجي نبوس له راسه ونقول له هنيتيني بحرق الراس، راه فيها السكر، فيها الطونسيون، فيها العصب، بسبب انني تلقائي عفوي وما كنغش ولاد الشعب. وعلاش المدرسه الخصوصيه كاينه؟ انا نعاودك، انا عندي 13 عام في الابتدائي و 13 عام في الثانوي. نقول لك علاش؟ في المدرسه العموميه المغربيه عندنا ثلاثه ديال الصيام، ما كيعرفهم غير اللي يخدم في المدرسه العموميه. علاش الاساتذه كيسيبوا ولادهم الخواص؟ لان الوقت لا ينسجم مع الاستاذ موظف والاستاذه موظفه. دايرين لهم اسيدي الصيغه الف وباء وجيم. سهل عليك، كاين التوقيت ديال المكيف ديال داروس السلوافه الله يرحمه. شنو هو التوقيت المكيف؟ قاعه لكل استاذ، كل واحد عنده الحجره ديالو، كيخدموا صباح مساء، الاثنين الثلاث الاربع غير في الصباح، الخميس الصباح العشيه، والجمعه الصباح العشيه السبت خاوي. توقيت المكيف، الصيغه الاولى اللي هي عاديه صباح مساء، وعاد نديرو لك الفضيحه التاليه، هذه فضيحه قاعه لكل استاذين، واحد السعود عشيه. الفضيحه الاخرى هي اللي غنصدمكم بها، هو قاعه لكل ثلاث اساتذه. بالله عليك شنو غيقري التلميذ الخامس والسادس غيقرا؟ واش يقرا الماط؟ واش يقرا الفرنسي؟ واش يقرا الاجتماعيات؟ واش يقرا العربيه؟ واش يقرا القران؟ انا 13 عام في الابتدائي كنهضر معاك، عاد جيت الثانوي التاهيل. دابا والاباء ما فاهميش، علاش داير كجمعيه الاباء؟ جمعيه الاباء كيجمعوا الفلوس وياكلوها مع المديرين.
المسؤولين ومع اصحابهم تقول لهم جيبوا لنا فوتوكوبي، يقول لك ما عندناش، خصنا نديروا له البركه ما عندناش. الاستاذ مسكين عطى واحد جوج دريال وقولوا له دير فوتوكوبي او دير الدروس ما عندك. ايوا هذا الاستاذ علقه. ملي قلت له فاش كاين الاستاذ خصو 30000 درهم هي التاليه، قال لك علاش تقولها. قلت له النظام الاساسي ديال التوظيف العموميه اللي مستد منه النظام الاساسي ديال وزاره التوطينيه احقر واسوء نظام. لماذا؟ لان الاجره تساوي الراتب الاساسي زائد التعويضات. تعويضات وزاره التوطينيه اسوء تعويضات. نعطيك مثال، خارج السلم في الرتبه واحد الجوج غتجلس 3 سنين الشريف، جمعت 3 سنين الباطئ، السنه الاولى هي السريع، السنه الثانيه متوسط، السنه الثالثه باطئ. شحال كيعطيوك؟ 84 درهم. قسم 84 على 36 شهر شحال تعطي؟ دابا ولدك لا تعطيه 20 درهم ولا لا شدها. ضحك عليا الوالد، ويلي الوالد كضحك عليا. واش الوالد هذه جلس مع صحابي؟ واش بلاوهم بالحشيش؟ بلاوهم بالكيف؟ بلاوهم بالهيروين؟ بلاوهم بالمخدرات؟ بغيتيهم يقراو؟ لا لا، خصكم تقريو، راه الدراري كيخرجوا يضيعوا. وانتم اللي ضيعتوهم من الاولى. التلميذ ما داش ملي كانوا 50 في القسم، ما داش ملي كان عندنا اقسام مشتركه ثلاثه رابعه خمسه سادس ولا واحد شاد المؤسسه باقباليها. ما داش التلميذ ملي قال الطواري ثلاثه ما كاينينش، ما كاينش الماء، ما كاينش الضوء، ما كاينش الانترنت، ما كاينش الكتب. وعلاش هذا الكتب؟ علاش انا خصني نعطي البنت الابتدائي نعطيه كروسه حمار؟ علاش يدي المحفظه ديالو؟ والله العلي العظيم الا زعما هاد الدوله المغربيه شخص في الحكومه كارثه. وزير خصو يمشي بحالته واخلوش الحكومه تمشي بحالتها. تكون عندها العقل وتلقى هاد الشعب ديال الساده الاساتذه ضدها تقول لهم سمحوا لي والله ما خدينا على هاد الملفات. خاصه وزير التوطينيه والتعليم الاولي والرياضه قال لهم في النموذج التنموي، قال لهم مشكل التعليم الاولي، قالوا ان يزيد قالوا واخا عرفتي نعطيوك هاد الملفات تكلفنا به الله يرضي عليك. كاين شي حراك التعليم الاولي دابا ودوب التعليم الاولي باعوا للجمعيات ودارين الرياضه. شوف الميزانيه قانون الماليه ديال 2014 شنو فيه؟ التعليم العالي شنو فيه؟ التعليم الوسطى شنو فيه؟ فيه 427 وزاره التوطين دمن ديال الرياضه. اما المتعاقدين راهم 0700 في المعدات واللوجيستيك ادوات. الانسان رجع اداه روبو.